السلام عليكم، تحية خاصة لجميع المغاربة داخل المغرب وخارج المغرب، وتحية خاصة لكل الشرفاء ديال هذه المملكة الشريفة، والتحية خاصة للمناضلين الأحرار والشرفاء. الاسم ديالي نقدم لكم راسي، الاسم ديالي هو دقدقة مصطفى، الاسم الفني هو مصطفى غريب. مصطفى دقدقة من الناس اللي دوزوا عدة أمور في الدنيا، محاين متعب متعيب، وفي الأخير الله سبحانه وتعالى إن يعلم في قلوبكم خيرا فيأتي به، وإن يعلم شرا فيأتي به. دقدقة مصطفى من الناس اللي حكمت عليه الظروف في واحد المدة، لأنك قلت لكم في الأول الاسم الفني يعني مصطفى كفنان، لكن لظروف اجتماعية قاسية خلت مصطفى يخرج شوية، هو باقي صغير، يخوي مراكش تقريبا في عمره 10 سنين، نعسنا في الزناقي، طلبنا الخبز، نعسنا في الثلج في البرد، يعني جميع المعاناة بمعنى الكلمة دزت. غادي في حياتي مزيان، وخف بلادة الناس مع الضميل الموسيقى كانوا الناس تيحتضنوني، لكن غادي تقلب حياتي سفاء على كفاها من 1987. من بعد تندوز لارمي، تنخرج من لارمي، كانوا رفاق السوء اللي هما في الصراحة ساهموا في الانحراف ديالي، هو ماشي انحراف ولكن قلة العقل اللي ترميت لواحد العالم اللي هو ماشي ديالي، لين للضحى وليلة لقيت راسي في وسط الشجون المغربية. جلت في الشجون تقريبا ما يزيد على 11 سجن في المغرب، من السجن الأسود حتى العين قادوس. وكي قلت لكم ديما كان عندي ظروف اجتماعية قاسية هي اللي خلات دقدقة باش ينحرف. من بعد دخلت للسجن مرة تانية والثالثة والرابعة والخامسة، لكن الله سبحانه وتعالى كي قلت قبل إن يعلم في قلوبكم خيرا فيأتي به، وإن يعلم شرا فيأتي به. بلا ما نبدأ نعود على الأمور ديال داخل السجن، هذا الشيء غادي يكون لي إن شاء الله لقاءات خاصة. من بعد لقيت راسي في وسط السجون تقريبا واحد 16 سنة ديال السجن، ولكن كان عندي امتياز داخل السجن. شنو هو هذا الامتياز داخل السجن؟ هو منين كنت ندخل السجن تنطرما في الأحضان داخل المؤسسة ديال تنشيط، يعني بحكم تنغني وتنعزف واحد آلة الباطري والميزان وتنكتب الكتبة احنا جايين ليها، ما تنقعدش مع دوك الناس بزاف في الغرفة، لأن السجن راه مدرسة. وكما قلت لكم قبيلة راه السجن راه في أقسام، في قسم ديال الإنسان اللي هو عنده رغبة باش يندمج في وسط المجتمع المدني، وكاين قسم الناس اللي ما عندهم السوق كاع بصفة عامة. بكل صراحة كاين بعض الناس ما صالحينش كاع يكونوا طبرة ولو احنا دوزنا الحبس، لأنهم يؤذيوا الناس وتتعدوا وتظلموا، احنا لو دوزنا السجن ما دوزناش على هذه الأمور. على أي حال كي قلت لكم كاين جوج الأقسام، لكن غادي تغير حياتي تقريبا في 2006. انا كي قلت لكم تنكتب، وبلاصتي ديما عمره بالكتب ديما، وقت ما جا كاع لفايت يدخلوا لبلاصتي تلقاو الكتب، بحكم انا خدام في الكريف وخدام في التنشيط مقابل الجامع والكره والموسيقى وداك الشيء، يعني انسان ثقه.
ما تيقصوش ليا حوايجي بزاف. وعلى هاد الفكره غادي نجيو واحد الحاجه، وقع واحد شوي وقع ليا فورزازات مع المؤسسه، غادي نرجعوا ليه. المهم واحد النهار انا واقف في التيران، هز واحد الورقه كتبت فيها شي لعيبات، تم دايز واحد الموظف وهو يخطفها ليا، شدها بدا تيقراها ما فهمش كتبتي معانا، ما قاريش يعني كتبتي من الزنقه تقريبا التحضيري، قريت فيه واحد 6 شهور ولا عادي، وخرجت ورجعت للديريكت اللي بديت تاني قريت فيها شهرين وهربت. يعني بنادم ما عندوش علم بالدراسه وداك الشيء قرا هاد قال لي ديال اش هادي شكون اللي كاتب هادي، قلت ليه ديالي، قال لي الله معايا. مشينا دخلنا عند المدير قال لي ودي هاد الدريه لقيت الشاد هادي كاتبها، قال لي اقراها علينا. قبضتها بديت تنقرا فيها، هي قطعه ديال فيف لوغوا، ومن بعد وليت سجلتها وليت درت لها واحد الكليب بسيط على حسب الامكانيات مع ناس اللي ساعدوني. قال لي هادي ديالك، قلت لي هي. هو ندق واحد الموظف بلا ما نسميه وقال لي وديها بلاصتو عامره هي بالوراق. والمدير عارفني تنشتغل في الحفلات معاهم وداك الشيء الاخر، قال لي جيب لي هذاك الشيء. جيت هما خداو مني بزاف القطع، واحد شوي استوى واحد الربعه هما يقول لي ودي هذا الشيء بغينا نصيفطوه في ديك القطع لمؤسسه مجله العطور بوزاره العدل باش تنشروا فيها. واه المهم قلت لهم واخا تعطيهم داك الشيء. مشيت في حالتي بقيت خدام، دازت واحد الشهر ونص عيطوا ليا تنجي، تلقى واحد الموظف وموظفة جاو من الرباط، السلام عليكم. عليكم السلام، انت فلاني ايه هذا الشيء ديالك؟ قلت لي ايه. قال لي يمكن تعطينا الموافقة ديالك باش ننشروه كذا. قلت لهم ايه، كتبت لهم الموافقة، نشرت في ديك الوقيتة فيف لوغوا معاناة أطفال الشوارع، حنا مغاربة المغربي الأصيل. هادو دابا كاع سجلتهم راه كاينين في اليوتيوب، لأن واخا تنغني الشعبي وتنغني كذا، ولكن بالنسبة لي داكشي اللي تنكتب وتنسجل بقيت مركز على المواضيع الاجتماعية ليومنا هذا. والجديد إن شاء الله أنا مع الأستاذ السكوني قريب إن شاء الله يخرج، حتى هو وطني 100%. يعني منين كاع بغيت نسجل الشعبي وداك الشيء، كاين الناس اللي في المؤسسات والادارات اللي قالوا لي مصطفى بقى في المواضيع الاجتماعيه. انا ماشي مشكل، نرجعوا لموضوعنا والله نشروه. ولا عيط لي هذاك المدير قال لي واش عرفتي اش تكتبها وليدي؟ قلت ليه لا. قال لي وليدي عاد تكتب الشعر شويه الدجاجال وداك الشيء عندك مزيان وهادي، وانت ما ديالش هاد الشيء. قال لي ماشي مشكل. مشيت في حالتي بقيت نشتغل، خرجت وللأسف ما قعدتش بزاف برا، عاودت اعتقلت. هذه هي اللي غادي تكون السبب ديال التحول ديالي 200% من عالم السجون للعالم الحقيقي، لأن هذاك عالم خيالي. باش نكونوا صراحة، دولة صغيرة مفرقة. تحكمت بربع سنين، يعني كي دخلت هنا تاني غادي نشكر واحد الأستاذ، وهذا غادي نسميه لأنه كأب روحي ولو أنا أكبر منه الله أعلم ولا قدي قدو، هو الأستاذ العربي الديح، مدير الرعاية واللاحقة والتتبع للسجناء حاليا. سمعت كذا لقفني قال لي اجي انت كذا در. المهم قال لي انت ما ديال هذا الشيء، خصك تدخل المكتب تتعامل معنا وتبقى هنا. قلت لي واخا. دخلت للمكتب الله يجازيه بخير، عطاني المفاتيح ديال المكتب، يعني تكلف التنشيط. درت شي 6 ايام على الاعتقال ديالي باش تعتقلت. قال لي دير لنا شي حفله، اتصلت بواحد الصديق ديالنا هنايا، صيفط لي الماتريال، جا ودرت واحد الحفله، جا المدير وجاو الناس وكذا ضيوف، سمعوني تمايا، سمعني تنغني فيف لوغوا. فيف لوغوا قال لي كيفاش؟ قلت له ودي هذه ديالي انا وملحنها وراسي ومقادها راسي. هو يقول لهم هزو ديو الغرفه 8 كانوا فيها الاباطره، يعني بكل صراحه هما قد في العبار،
قد هذا المحل قد المحل الاخر، ولكن هذا المحل كنا فيه 15 والمحل الاخر كانت فيه 104. اش تفهمنا هما قد قد غير تما بحال لوطي والبلاصه الاخرى. داكشي اللي كاين مثلا هنا عندنا 5 متر، الغرفه الاخرى فيها 5 متر، هذه الغرفه فيها 14 15 والاخرى فيها 104 البشر. شي فوق شي، يعني كان السجن مضروب. دخلوني تما، كاين بعض الناس ما غنسميهمش دابا لان تشهروا بزاف ولاو معروفين في البلاد، كانوا معنا في الغرفه واصدقاء ديالي اليوم من هذا، تنكراو مني قالوا هذا كيفاش تجابوا، لان هذيك الغرفه صعيب باش يدخل لها الانسان، صعيب ماشي من السهل ما تيدخل لها غير شي. راه كاين الشهود وكاين الناس ولاد الحومه اللي مدوزين معنا والدراري، كيفاش هذا تدخل لديك الغرفه؟ المهم استقرت فيها بقيت معاهم. هنا عندي اصدقاء ديالي في ورزازات، منين سقوا لي الخبر وداك الشيء موسيقيين ولاو تيقول لي ودي دير لي الانتقال لورزازات، وعلى راسهم الفنان الصديق، فنان شمولي. يعني شنو في ورزازات؟ فنان شمولي، رسام، واش فهمتيني، مغني، اطيب خلق الله على وجه الارض، عائله كامله ساكنين في تابونت. درت الطلب فعلا، ما بغاش استاذ العربي، ولكن كانت عندي رغبه بين نمشي لورزازات. مشيت لورزازات، هنا فين غادي نكمل على العمل ديالي في الادماج. بحال الله سبحانه وتعالى، انا خرجت من ورزازات يلا خديت واحد شوي واش فهمتيني، وخرجت في حالتي وعاود كتب علي الله عليك شحال قال لي رجع عاودتي حتى تندمج مع الحياه ديالك انت بعدا، لان كانوا بعض الاطر بكل صراحه تمايا اللي خصنا نفتخروا بهم بكل صراحه، ماشي راه الناس كامله وحيده، ما نبداوش نكذبوا على بعضياتنا. ورزازات هي اللي كان فيها الموظف ما يشدش ما عندك فنيده، السجون المغربيه كي تدخل القفه الموظف هو الاول تيريدي المخيره تيهزها، الا دزتي بديك القفه على اربعه الموظفين ما غيوصلوا فيها والو من داكشي اللي جابوا لك والديك. لكن ورزازات هذه شهاده لله سبحانه وتعالى، كانت من اقصح السجون في المغرب، ماشي من اقصح، هي قاصحه على الناس اللي ولفوا التجاره داخل السجون، لان عندك تنسى بان بعض الناس راه داروا الاموال طائله من داخل السجن، تفهمنا، ناس دارت الاموال من داخل السجن، لانه بغى يبيع البلاكات الحشيش برا ومخلوع وبيصور فيها 16000، راه بغى يبيع البلاكات داخل في الحبس 160000 ريال، هو داخل عليه ب 20 وبيبيع ثلاثه البلايك في النهار، تفهمنا، يعني شحال هذيك فلوس، الناس شرات الكاتكاتات، شراو الديور، شراو من هذه. المهم ورزازات كانت عالم اخر، اللي بغى الراحه وبغى لهنا راه تيدخل وتتعجبو. المسكين المواطن داك اللي مكتب عليه الله واللي ما بغى مشاكل، لان هي صارمه ما كانش فيها التجاره. بقيت تمايا معاهم تاني، رجعت تاني نعم سيدي درت التكوين، في التكوين الحلاقه، وفي نفس في نفس الوقت مقابل الجامع، الكريف موسيقالي. غادي نقول لك واحد القضيه، انا وقعت ليا درت اضراب عن الطعام باش يرحلوني من ورزازات، وانت تتعرف السجون المغربيه بان دير اضراب عن الطعام 24 ساعه تيكون عندك الوكيل، الا درتي اضراب عن الطعام في الزنقه الله لا سول فيك شي واحد كاينه ولا ما كاينه. تما المواطن كي تتحط عليه وتتحسب مسجون تيتمتع بالحقوق ديالو كامله رغم بعض الاكراهات. فيه واخا سي مصطفى، من بعد هذا السجن هادو وهذا 11 السجن اللي دوزتي، كيفاش جاتك الفكره انك تلتحق بالشبكه الوطنيه لحقوق الانسان؟ اول حاجه قبل ما نلتحق بالشبكه الوطنيه لحقوق الانسان، خرجت في 2013 فاش خرجت، كي قلت لك خويا انا خرجت اصليا عندي رغبه نتصالح مع ذاتي ونتصالح مع الجوار ديالي ومع المواطنين ومع السكينه،
وإلا بغيت تبرهن للناس بأنك أنت راه ما بقيتيش هذاك فلان اللي تيعرفو، صعيبة. حتى الناس راه ماشي بالسهل باش يسامحوك. من بعد خرجت التجأت الرعاية اللاحقة والتتبع، تسجلت، بقى عندي كونتاك مع الأستاذ العربي الطيح، دخلت مع واحد الجمعية للمرصد الوطني لحماية الطفولة في دوار العسكر، اشتغلت مع الأستاذة سميرة، اشتغلت مع الدكتورة جهاد بناني، اشتغلت مع أستاذ المازوني، يعني ناس ما كاين ما نقول لك، الناس كاينين في الوجود ديالهم وتتهمهم مصلحة الوطن والمواطنين في هذه البلاد، تيشتغلوا في ظل. بقيت نشتغل واحد شوي، بشي يامات التحقت بجمعية شباب مراكش، الأم ديالي اللي هي غادي منها غادي تبدا تعطى الإشعاع مصطفى دكداكة داخل السكينة. بديت نشتغل في الأول كمساعد داخل الجمعية، لكن كما حضرتو وشفتو بعينيكم بديت نتسلق المراتب وتنعر، لأن ما كانش عندي أنا الهدف مادي وليومين هذا. الهدف ديالي هو نخلي شي حاجة زوينة، فهمتني يا خويا، شي حاجة اللي تكرك بها الناس. راه ماشي من سهل يقول بنادم كان ولا، واش فهمتني، راه صعيبة وزيرو درهم وغير إمكانيات، لأن الأزمات اللي تعرضت لهم أنا فاش خرجت، خرج ما تختي ما تمي ما تخويا، يعني الركيزة الأساسية اللي كنت نتكا عليها مشات. لكن الله سبحانه وتعالى غادي يرزقني بواحد البنية هادية من عند الله اللي غادي تكمل المسيرة ديالي. عندي واحد البنية هند، هي عندي كابين، ما تتهضر ما تتكلم، شتا عجبتني تبنيتها، جبت امها تزوجت فيها، هنا بدات المسيرة ديالي. اليوم عندي جوج الوليدات. بديت مع العمل الجمعوي، بديت نشتغل حتى لشوي واللي دير مؤطر داخل الجمعية ديالي بالشبكة. كنت أول بحاجة هما عندي هنايا كنت بنقد جمعية، ومعايا بعض الأساتذة بحال الأستاذة عائشة، بحال الأستاذة زهور، بحال الأستاذ راشد المحامي، يعني كاين بعد السي محمد أكثر، واسمح لي اللي ما ذكر سميتو. من هنا طرح عليا واحد الصديق قال لي ودي هذا واش نشوف لك تلتحق بالشبكة، وراني الأهداف ديالها، وراني هذاك الشيء الأمور ديالها، لقيت داك الشيء اللي تيقولوا اللي بغيت أنا كاين في الشبكة. من بعدها تم اللقاء ديالنا بيننا وبين الأستاذ حسن أنوار والسيد أستاذ زهير رئيس الجهة والأستاذ عماد، يعني قعدنا تناقشنا بعضياتنا، لقوا الأفكار ديالي قريبة لهم، التحقت بالشبكة. واليوم أنا عدو بلا ما قلت أنا تنترأس هيئة الدعم والمساندة الشبكة الوطنية حقوق الإنسان جهة مراكش السفي، والحلقة الأخرى إن شاء الله غادي نكملوا الاكتشاف ديالنا في الحياة الطبيعية اش لقينا. السلام عليكم.